ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج القوس ليوم الخميس 31 مارس اذار 2022. انت هادي جدا في اليوم ده، وكل امورك العاطفيه بتمشي بالسلاسه اللي انت كنت بتخطط ليها، وعلى حسب الاحداث اللي بتكون بتدور حواليك النهارده، سواء على صعيدك العائلي او حتى مع الاشخاص اللي انت بتحبهم في يومك ده. ممكن تصاب بشوية ملل، ممكن يكون في ساعات الظهر خاصة النهاردة، بس بنصحك انك ما تكونش عندك رغبة كبيرة بالشغل النهاردة علشان الملل اللي انت بتكون بتشعر بيه. لكن الاحداث للأسف هتتوالى بشكل كبير عليك، خاصة في فترة الصباح وما بعد الظهر وحتى للمساء. هيكون بتخليك ابتسامتك النهاردة مش بتغادر وجهك بشكل كبير، وخاصة مواليد شهر تشرين الثاني نوفمبر هيكونوا مبتسمين اكتر في اليوم ده. بالنسبة لك مهنيا النهاردة هتمر باختبارات كتيرة جدا وجديدة جدا بتتعلق بصراعات على كل مراكز الشغل النهاردة اللي ممكن تلاقي نفسك فيها، وتلاقي نفسك امام استحقاق هيبقى مهم جدا جدا في اليوم ده. بنصحك انك تتمالك اعصابك وما تشوهش سمعتك باي طريقة كان النهاردة، وحاول انك تستغلها تكون لصفك. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة هتمشي النهاردة في أحلام هتبقى عاطفية بشكل كبير وبعيدة كل البعد عن اللي انت بتحلم بيه. هترجع للوراء بشكل كبير، لكن هتتذكر كل اللي كان قبل كده، وهيحصل فيه تحدث وتصحيحات في أخطاء كتيرة انت كنت بتكون ارتكبتها عن غير قصد أو بقصد. بالنسبة ليك صحيا النهاردة هتتمالك أعصابك النهاردة تجاه كل الضغوط اللي ممكن تكون بتمر بيها في الشغل، ممكن تواجه حتى ضغوط بعد كده في ظروف هتبقى أصعب وأكتر تعقيد من المعتاد أو اللي انت متعود عليها خلال اليوم ده. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيواصل القمر عبوره للحوت لحد ما يدخل في برج الحمل اليوم. قمر الحمل هيبقى صريح جدا وبيتماشى بشكل جريء معاك النهاردة. القمر حتى هيتماشى مع عطارد في برج الحمل، هيكون مليان بالأفكار اللي هتبقى مثيرة جدا جدا. هنكون بنتجه نحو القمر الجديد اللي هيبقى لافت جدا بالضبط في خلال الصباح ده، وبعد كده هنكون حابين اننا نبدأ من جديد، وده هيكون في الوقت ده من الأفضل اننا نسترخي أكتر ونفكر اننا نسوي كل الامور ونربط الاطراف السايبة مع بعض. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.